حدادة السلالم. السلالم فيها خمس حاجات بتبني السلامة في الحداد: الأشاير اللي طالعة من سلالات ولواحة، أشاير طرف الرباط اللي طالعة من البلاطات، المقصات، الكربطات، المتاليد. يبقى دول خمس حاجات بتبني السلامة فين؟ في حدادة السلالات. بالنسبة للأشاير اللي موجودة في الأواعي، الصح إن أنا أعمل لها حطة وأوقعها في مكانها عشان ما تتحركش من مكانها، ده رقم واحد. نقطة رقم اتنين، قلت قبل كده الناس بتنساها، فالمفروض انا ما انساش اشاير اللي بتتحط في الاواعي تتحط في البالي، وقلت سبب نسيانها انها بتترسم في لوحه الاواعي، والناس لما تيجي تنفذ الاشاير بتمسك في لوحه الاعمده، فالناس تلاحظ الخطا ده لانه خطا شائع، اشاير بادي السلم بتتنسي، يبقى لازم اعمل لها حطه ولازم اعمل لها كيانه وابدا اظبطها احطها في مكانها مظبوط، مش عشان هي شايله البادي بس بتاع السلم والقلبه الاولى بس وبعد كده ما هيش مستمره فانا اهملها، لا لازم اهتم بيها. دي النقطة الأولى بالنسبة للأشاير، لازم الأشاير دي تتربط مع أسلاك الحديد اللي طالعة من تحت، ده بالنسبة لأشاير طرف الرباط اللي طالعة من السملات والأواعي. بالنسبة لأشاير طرف الرباط اللي طالعة من البلاطات، أشاير طرف الرباط اللي طالعة من البلاطات إذا طلعت واصلة 1 متر يبقى لازم أتأكد إنها مربوطة في كل الحديد بتاع قلبة السلم ومتربط معاه ومتربط بسلك رباط، لأن خطأ شائع إن الحدادين بيفصلوا أشاير طرف الرباط عن الشبكة بتاعت حديد السلم، فلازم اتاكد ان كل الوصلات متربطه مع بعضها، لازم اتاكد ان شبكه الحديد بتاع السلم متربطه باشياء طرف الرباط، وقلت ان الصح اشياء طرف الرباط اللي طالعه من السلم الصح انها تطلع بكامل طولها تعدي السبورت الناحيه الثانيه، وان انا ما اعملش اشياء طرف الرباط طولها 1 متر، لازم اعملها طالعه بطول القلبه كلها، وده الاصح. مش معنى كده ان انا رفضت الثاني، الثاني ممكن يتعمل عشان اسهل على النجار بشرط ان انا اربط سلك الرباط مظبوط وان طولها يحقق طول الوصله الواحد متر. ده بالنسبه للنقطه الثانيه. بالنسبه لموضوع المقصات، بنعمل المقص في المكان اللي بيكون فيه محصله القوه في اتجاه الغطاء الخرساني عشان الغطاء الخرساني ما يتكسرش، والمقص فيه خطا شائع ان المقص لما بيجي الثاني ممكن اخرجه بره الغطاء الخرساني تبقى مشكله، يبقى انا لازم استلم ان المقص ما يخرجش بره الغطاء الخرساني، ولازم استلم ان في مقص عند نقطه محصله القوه اللي في اتجاه الغطاء الخرساني، ولازم استلم ان لو عندي بادي في السلم لازم استلم ان في كربطه. طيب الكلام ده لما نبدا نطبقه هنا على الكلام نعمل ايه؟ عايز استلم الطول، طول مين؟ طول الاشاره اللي طالعه من تحت بتاعه السملات، يبقى لازم دي طول الاشاره تحقق الواحد متر، عددها يبقى زي ما موجود في اللوحه، قال لي ان هم 10 20 12 زي ما يطلع الرقم، يبقى لازم استلم عددهم، كتر الحديد عادة الأشياء اللي بتطلع دي ممكن تبقى 12 أو 16، تبدأ تستلم القطر مظبوط. الرئيسي والثانوي لازم الأشياء اللي طالعة من السمل، السمل ده المفروض إن هو مرتكز على الأواعد وإن أنا بستلمه. تمام؟ ولازم الأشياء دي تبقى من جوه حديد السمل مش من بره حديد السمل، لأن ممكن ناس وهي بتزرع الحديد أنت عندك آدي السمل، أسلاك الحديد أهي، لازم الأشياء تبقى داخلة من جوه الحديد، ما تجيش في ناحية الكفر. لازم تبقى من جوه الحديد لان الاشاير اللي طالعه مرتكزه على السمن ما تجيش في الكفر بتاعك. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده سلك رباط يتربط مظبوط في الاشاير بتاعه السلم بعد كده اللي هي بتاعه البادي، الاثنين يتربطوا مع بعض بسلك رباط. فانا دلوقتي لو جيت رسمت قطاع بتاع السلم عشان نفهم الكلام ده افضل، قطاع بتاع السلم انا عندي اشاير طرف رباط طالعه كده، أشاير طرف الرباط الاثنين دول بربطهم بالأشاير بتاعة الكرافات، يبقى لازم الاثنين دول ايه؟ اتربطوا مع بعض، لازم سيف الحديد اللي جاي من هنا أربطه مع مين؟ مع الأشاير بتاعة طرف الرباط اللي جاي من تحت، بعد كده عندك مقص وعندك كرافات، الكرافات لازم تكون موجودة عند باد السلم، الكرافات لازم تكون موجودة عند باد السلم عشان محصلة القوة ما تجيش ناحية الغطاء الخرساني، تمام؟ الكرافطه اللي موجوده ديت الكرافطه اللي هتكون موجوده هنا لازم ما تطولش منك، ما تخرجش بره الغطاء الخرساني عشان ممكن الحداد وهو بيشتغل ما يعرفش يلفها فيدخلها جوه الخرسانه، فلو هو مش هيعرف يعملها كرافطه نعملها مقص احسن، نجيب الحديد الداخلي نخليه علوي والحديد الخارجي نخليه سفلي ونعمل زاويه حديد هنا، يبقى المقص بديل مين؟ بديل كرافطه، لان ممكن حداد ما يعرفش يلف الكرافطه فيعملها طويله ويخرجها بره الغطاء الخرساني، يبقى انا لازم اظبط طولها عشان احقق الغطاء الخرساني ليه؟ ده بالنسبه لمين؟ الموضوع الحديد بتاع الكرافطه. بعد كده عندك السلم، عندك الوصله اللي هتيجي بتاع حديد السلم لازم تتربط مع حديد الكرافطه مظبوط، دي كانها اشاره طرف رباط، لازم الاثنين يتربطوا مع بعض. تمام؟ ده بالنسبه للنقطه دي، عندك هنا فوق عملت مقص. يبقى المقص ده بتعمل ليه؟ عشان ما يجيش
في محصله الكوره والكلام ده عشان هنعمل التفصيل في موضوع التنفيذ. يبقى لازم هنا بعمل منطقه، بعمل في المنطقه دي بعمل المقص عشان محصله الكوره تبقى في اتجاه الخرسانه ما تبقاش في اتجاه الكفر بتاعي. بعد ما تعمل المقص تخلي بالك ان الراجل الحداد ممكن هو بيعمل المقص يعلي منسوب المقص، فالخرسانه هنا تتصاب بزياده فتقلع منسوب السقف كله. يبقى حضرتك لازم تظبط منسوب الصب عندها بانك تحكم الحديد انه يكون داخل الغطاء الخرساني. ازاي؟ لو سمك البلاطه مثلا 16، يبقى لما احط عندي هنا خشب، لما احط المتر على الخشب يحقق هنا غطاء خرساني فوق سقف الحديد، يبقى في 2 سم ونص من السيخ لسمك البلاطه. ده بالنسبه لموضوع المقص. لازم طوله بالنسبه لطول المقص لازم يحقق طول الوصله اللي هتدخل هنا مع السلم. لو المقص هنا يحقق طول الوصله، لكن المقص من فوق المفروض انه يدخل جوه السبورت. لو داخل في كاميرا يدخل الحديد بتاعها جوه الكاميرا. يبقى الحديد بتاعها يدخل فين؟ جوه الكاميرا. يبقى لازم طول المقص من فوق يحقق انه ارتكز على السبورت بتاعك. ده بالنسبه لموضوع الطول. بالنسبه للعدد، لو انت جبت التصميم وقلت مثلا ان الحديد بتاع المقص ده 8×16، 8×16 على المتر، عرض القلبة دي 1.20 متر، يبقى هتعمل ايه؟ يبقى 8×1.20 زائد سيخ بادي، يبقى ده اسمه العدد. يبقى انا كده استلمت عدد الاسياخ اللي موجود في المتر. بعد كده معاك القطر بتاع الحديد، قطر بتاع الحديد الرئيسي بتاع المقص حديد مثلا 16، اللي انا استلمت ان كل ده حديد 16، وعندك حديد ثانوي مثلا حديد 10 هنا، استلم ان كل الحديد ده حديد 10 موجود والتقصير بتاعه سليم، النسبات ما بينه سليمه. ده بالنسبه لموضوع القطر والحديد. يعني ايه كلمه حديد رئيسي وحديد ثانوي؟ الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل الممل وقلنا الاتي. قلنا لو انت عندك سلم قلبه واحده، عندك كمرتين في الاول وفي الاخر، يبقى الحديد الرئيسي في اتجاه الكمرتين عمودي على الكاميرا. عندك كاميرا يمين وشمال، يبقى الحديد الرئيسي في الاتجاه القصير. لو عندك سلم قلبتين، يبقى عندك كاميرا في الاول كاميرا في الاخر، والقلبه الاولى متشابهه بين الكمرتين والقلبه الثانيه متشابهه بين الكمرتين. قلنا ان احنا عندنا هنا موضوع منصوب الصب. السلم ده افضل حل ليه ان انا اصب القلبه الاولى مع الاعمده واسيب طرف رباط عشان اصب القلبه الثانيه مع السقف. يبقى ده الحل الاول. بس خلي بالك لو انا صبيت السلم القلبتين ما كله مع بعضه في مع السقف، لازم اخلي بالي من منصوب صب العمود بتاع كمره نص الدور. لو معايا سلم ثلاث قلبات، مين الحديد الرئيسي ومين الحديد الثانوي؟ لو قلب رقم واحد رئيسي والقلب رقم اثنين رئيسي، يبقى قلب رقم ثلاثه ثانوي. يبقى انا لازم ابقى فاهم مين الحديد اللي شايل الثاني، عشان دي اهم نقطه في موضوع السلم. مين الحديد اللي شايل الحديد الثاني؟ لو عندي كاميرا مكسره مع السلم، يبقى بتتعمل في منصوب السلم، ما بتتعملش في منصوب البلاطه لان ده خطا شائع. كاميرا نص الدور بتتعمل في نص الدور، ما بتتعملش مع البلاطه لان ده خطا شائع. الكلام ده كله ناخد بالنا منه. السلم ثلاث قلبات هيتصب مع السقف. لو هيتصب مع السقف يبقى في عمود ممكن ما يتصبش الا مع السقف، لان شايل الكاميرا اللي شايله السلم، والكاميرا اللي شايله السلم هتتصب مع السقف، يبقى العمود ده ما يتصبش الا مع السقف. الراجل اللي انا عمال ارغيه ده كله احنا قلنا التفصيل، احنا بس دلوقتي بنراجع على ان في نقط، كل النقط دي قلناها لازم نحققها ولازم ننفذها فين؟ في موضوع الاستلام. تمام؟ طيب حضرتك هنا استلمت السلم، استلمت طول الاسياخ بتاعي، طرف الرباط بتاعت اشعار البادي، بتاعت الوصلات، بتاعت المقص، بتاعت المتاليد. لازم تتاكد ان في متاليد موجوده، لان المتاليد دي ما بتتعملش في اي شغل. يبقى انت عندك سلم المفروض ان القلبه بتاعت السلم هنا بيتحط فيها سيخ اسمه سيخ ايه؟ متاليد كامل، ويتحط فيها سيخ حشو. المتاليد دي بتتحط تقويه للدرج. يبقى هستلم المتاليد والمقصات والكرفطات والبادي وطرف الرباط. كل ده لازم اوسط المسافات ما بين الاسياخ، ولازم احقق غطاء خرساني لكل الحديد ده. وقلت ان الغطاء الخرساني هنا في خطا شائع. لما جت لينا شويه ملاحظات كده، الخطا الشائع اللي هي اخطاء السلم بقى، عشان ملخص الرغي ده كله، عشان رغيت كتير في موضوع السلم ده، ملخص الرغي ما تعملش الاخطاء اللي جايه دي. رقم واحد، الاشاير الوصلات تتربط مع بعضها، لان ده خطا شائع الناس ما بتوصلهاش مع بعضها. ده واحد، وطولها يحقق 1 متر. الخطا الثاني ان الكرفطه بتتنفس طويله فبتخرج بره غطاء خرساني، وده خطا تاني شائع. الخطا الثالث ان المقص منسوب بيعلى فوق منسوب الغطاء الخرساني، يبقى حضرتك ما تعملش الغلط ده. الخطا الرابع الشائع ان الكاميرا بتاعت نص الدور او الكاميرا اللي مع السلم المكسره بتتنفذ مع البلاط، وده خطا شائع والمفروض تتنفذ مع السلم في منسوب.
حضرتك تخلي بالك من مناسيب صب الاعمده بتاعه السلم، خلي بالك من مناسيب صب الاعمده بتاعه السلم، خلي بالك من العدد الاجمالي اللي موجود واطار الحديد والوصلات اللي موجوده، ومين السلم، مين القلبه اللي شايله الثانيه؟ عندك سلم ثلاث قلبات، مين اللي شايل القلبه الثانيه؟ قلنا في السلم ثلاث قلبات ده افترضنا فيه ست افتراضات، فكل افتراض ليه رئيس الصناعه بتاعه وليه حاله في حالات الصب، فكل ده حضرتك لازم تكون مراجعه واخد بالك منه. شكرا.